النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والمرتشي والرائش، وهو الوسيط الماشي بينهما والمعين والمساعد والدال على ذلك. نعم، خاصة أخي لطفي الغش في مجالات التربية مثلا، يعني وهذا الأمر يعني والله يعني يؤزم يعني حالة البيئة التربوية والتعليمية. تصور أن الطالب الآن يأخذ شهادة يعني بالتزوير مثلا، لأنه هناك من يغش وهناك من يغشش. نعم نعم، من يغشش. نعم، بارك الله فيك. نعم، فالإنسان قد ينال الشهادة ويأخذ النقاط لا يستحقها صراحة، فبذلك يعني نحن ننتج الآن جيلا يعني فيه من الجهل وفيه من الخمول، ويعني الله به عليم. وذلك الأعرابي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. نعم، يعني تصور هذا الذي ينال الشهادة بالتزوير وهو لا يستحقها، فهذا سيدمر جيلا بأكمله. لهذا ونحن نتحدث عن البيوع هو الميدان الفسيح في هذا الأمر أخي لطفي، النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام وهي كومة من الطعام، فأدخل يده فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال يا رسول الله أصابته السماء. نعم، يعني المطر. نعم، فقال ألا عرضته للناس حتى يعني حتى يظهر لهم؟ نعم، من غش. ثم ورد هذا الحديث هنا. نعم نعم، قال من غش فليس مني. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني استوقفته هذه الكومة من الطعام وفيها بلل فيها غش، ونهاه عن الغش، ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من غش فليس مني. نعم، فليس على هدي وعلى سنتي. وهكذا كذلك يعني من الغش يعني في التجارة والتناجش، أن التناجش هو يعني هذه الحالة هو أن يزيد الرجل في سعر الشيء ليس من باب أن يشتريه ويقتنيه، بل من باب أن يسمعه غيره فيزيد بزيادته. هذا هو التناجش. نعم، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا. لهذا يقول عبد الملك بن حبيب رحمة الله عليه قلت لمطرف وابن ماجشون ما رأيكما في شخص غش، نعم غش أو نقص الوزن؟ قالوا يضرب ويحبس ويخرج من السوق.